بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. الزكاة دي أيوه كساب سنيا كتاب كاني. الزكاة لغة وحال ليدا هذا النماء وحي كرده أما زيادة ليدا هذا الزكاة من الزكاة والنماء أما من التزكية والتطهير على بعض معرب وعلى الشيء شرعنا على بعض معرب وجمعي الزكاة حولهنا وكردسا وكنا بقولنا عليه الصلاة والسلام صدقة الزكاة مالك من نقصان سوي بركيسا وحقا سوى زيادة النماء والنبي عليه الصلاة والسلام الزكاة أصل كذا النماء وها حقا تطهيرك أو ذنوبت يا أخلاق ذا أنوانك سنين يا بخيل لماذا بي الزكاة كان نظيف نيسا والتزكية يكون غنيسا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها مركز تزكية ندنك ويكون غنيسا أدون كلي ما دب حيا أي أمهرة كعيسى إن ويهاي أحد إله رميسا ومؤمن ربأ هذا نبكى لإيمانين ومقراتية شهادة النقانيس صدقنا والليد هذا نينك اللي مادة أي تصدق بإيمانه أو على إسلامي بك مهراتك عيسى أمر رمينيسنا والليد هذا زكاة مركة وأباب علوس وأبواب تشريعة النكامدة عليس كذو حكا إيمانا يا لبا حق بي جمعيسا لبا حق بي سكي أنت حق الله سبحانه وتعالى هي حق العباد فقراء هي مساكين تحقوا دوال الدور هيا ودنكا وحيكتها هي صلة ربي للفقراء بيكتها لأنه عباده إله سبحانه وتعالى حق سبا كتشرو إن لوه قانسمه ونظام كاسو دجي اللقاته وضدك أوي لوحا الله سي الله سيو قدرك أو قرشي قون مالك قفك مسلم كوك قرشي الله بحشو امتثال لأمره وتصديقا بوعده لو سميان ادنكا عباده كتهي عباداتكم لبا النقدان اما ان يين شكري على نعم الله واما تعظيم له لبدا حكمه لو جيديا مركا عباده لبدا معنى بو كجرا ما دام الله يكون نعمه وحوله كسيي وعافيمات كسيو ايمان كو يرزاقي وخي كسينا وخ كبخيسو وا شكر على نعمه وآلائه ادنكا كتهي دنا وا تعظيمه إلهي أمرك سين لقاتل لوينينيا لبدا حق بي جمع عيسى صدرت زكاه مك الله بخينيو لبدا حق بو ان لم يلعسدو زكاه مرك سدا وعباده الله سبحانه وتعالى ومواساه وصله للفقراء معناها سكتمت سبب الوجوب بيلهداي ددي كو واجبتنا واجرا ددي واجبتنا واجرا صدخدا ركن بي كدول وريقتا وخي كلا وا اسك تفاريع وشروط ويه سبب كا سبب الوجوب ليلهدو وا ان مال كديرادا اديغا نولاشادا اد ملكيدو كاسا لسكو اف وخي كلا وا تفاريع خلاف كتاغن يحي وي او مركا وا اناد ملكي يهن اد هانتيدود غانتا كو دغتو هانتي كبدن قوتليون كادا مركا اما زكاه المال هان نقوتو اما زكاه البدن مركا هان نقوتي سدا ساسب الوجوب كوا ميد كاس يي كو واجبتا خلاف بدن با كتاغنو أدو أنت اللي سكوا فصين يواين وقفك مسلمي هاي عاقل لي هاي بالغنا يهاي حرنا يهاي أفرتا شرطي أدو مجمع لكن اعتبار انتو ده قيبا كمذا خلاف باك إماري لكنه حطو مسلمي هاي بالغنا يهاي عاقل لي هاي حرنا يهاي حقا نوو هايستو مال فاضلة عن قوته واحتياجه إني زكاك واجبيس إما في البدن أو في المال ومسألة إجمع مدى أيضاه حيوغو مركا شرطيغا بلوغا اما عقلغا لبدا شرطي خلاف با كجرا يي واجبي سادتك الهي سيغي سبحانه وتعالى سيديد داها سورة توبة لغوش انما صدقات للفقراء الى اخره اي واجبتا قرمي سقدو مركا رقنغا دو الاخلاص رقنغا سيكدو الوريكتا شرطيغا دونا وانو سوشن شرط الوجوب كاما سب الوجوب حدو تقانا اذن حكم بايلير زكادو حكم هو حوي قفك بحيا إن واجبك أدونك وكدعه آخرنا فضي ثوابك إلهي أغطل قلي أوحيله حكمة إلي ذا هاي وحكمة ذا دونا وتأني صوش تلمانا والتطهير تطهير من الأنجاس والأخلاق السيئة الذميمة وين ورفع الدرجات حكمة ذا سي إلي ذا هاي إلهي وكد اللحسية والدرجة ذكر وقادة إيو أخلاق ذا حنون لقاء طهير ولقاء نظيفية حكمة ذا سامركة كجرتة زكاة ودن كلامك لقاء إيوه و سياسة آدي آدو حق بدن أو حكيمة
ومركض أفر ستو أي كجر تريد لو تري يددك أغنية ده إلهي حولها سيئي حقنا أي كجر تو إن لو دانيو ددك فقرة ده لابد أبو أي كجر ته سادر تيد زكادو وحيك واجبتو واسد حقيبوت حول فوفة ومركا لسوغ يو لناول يو إن أي كردان أما ترمان أو حكسو بيرو قيل إي الله دي آريغا حولي هورن إلهي سبحانه وتعالى كما واجبين وزك مصار حوله فوف يا حيوان كا تامرك وحلو ترياضتك أغني يدها فرده يضميره يبغله زك لمصار صدح لما يسئن ودقنه أما أنت بدن لورد قضوا هكردين هتر من هبتين أي إلهي سبحانه وتعالى زك ذك واجبي أرجع يجري يا الله ده ضميره يفرده يبغله أنت بدن جديد بالله استعماله إن يترمان الله مرد قضوا غالبا حول اللي جسوا معها ترن إيو إن يبطان أو الله تمضي اللي جسوا معه دنير بالله يشانين كوه الجمة نين قاعد كردكتا نين دنير كوه قبصدا صدرتيد كوه والوع في ذاتك أهل المال كابا الوع فيه والله توري صدح أنت بدن كردة إيه ترنتا إيه بدتا إيه غالبا بالله سما يستحقنا إن الله دفسوا حقنا الله أي ترمان أي هذا كذا الواجبي أي قدر قاضي أي الله قطري ضدك أغنية دا وحاول لغو ترى إلهي أغن حريستي لما دهن بلو البوحك بحي وحاول لغو قبتي حلي حول يلبي طوان بلو دا حلي قاسو انت بدون حولها أي كردان واتقى أن حولها لا دغدا دي انت بدون أي كردان قيلا أغو سيديرو سند كنبو قدالا قيلا أغو سيدير مركا سند قده واكي وادل واداليا هذا وحك لأيمانين أرغونا يدور قدالا بلغايا با لودون واسدكو سقال بلود بيقادا إذن ضدك وحلاقو طري حوله والله كلا قد قيبته وحكب حيا لي مر مددنا والله نحرسته والله ديري حولها كله إذا كده كواجبته ووحيابها كصوب بحر دول ككيمات كوا أيه ودول كصوب بحائد قلي ذي إيه مسجد يري ذي إيه بريز كي قمدي ذي إيه وحيابها نوع عاس إن ضلقة نبرنا أسوق مضل يمدل ما قبنين محايا لي وحا أسوق حلو فئيس أي موقته un baa lagu oranayaa wax ka bix sida geel iyo lood iyo arigi la dhaqanayay ee tarankoodii faa'iido ay muuqanaysid bacda sana aw bacda mudda ayagu mudda la siiyay oo hawl baa loo shardiyay kuwan ayagu maalinkii go'aan ay wixii muuqdan ba laga rabo hada waxba ku goynaa waxa laga marro beerta haday baad lagu ma haysto haday saddex bilood kugu dhalaato iyo kugu bislaato kugu go'aan haday waa faa'iido barnaanka ay taalay maxaa hawl laga sugi 20 bilood maxaa laga sugi waa tu xaqow yawma حصاده وأصو سداسا رسنا الله قيمه أصي لفتر كيسي كي ما ضش يمدوا الله قبطي حورهنا قيم جونا الله قد جاي إيه كي دل جوجو هيبة والوجون حريستيو إله وحنا قط رقدر يربى لك بحشة وحي بدر يدل جي صوج على عشر بالله بحيا واتقانا طبعا ملود مل بالله قد يبه هدي اللوران لها بقول كي بكونتم بحية وحبز كم أيضا بحسه بقول كيف أفرتن بحية بقول كيف صدن بقول كيف هي لباتن أحوال ما بحية عشر بالي طبعا ميلود ميل طبعا كوبا كوبا كبحية طبعا كلور نلور كبحشة طبعا كينتال كينتال كبحية كونكو كيلو حتى كبحسان بقول كيلو عشر بالله سبحانه وتعالى نصاري عشر كان في تركيس ومركة وحخرش أوسن كعب حين أنك بنين حيوج أتكف لي يا إلى لين تشمبر تاتك إلى لين يدوفيج الدوفار كي يدانير كاتك إلى أنك آي هدي خرش مطور يبي اللغو ورابي يبي الرفات نصف العشر بإلهي بقول كيبا شن هلا قب حيه ونص ماشي هي طبعا هلا قب حيه طبعا كن نص كيد بلا قب حيني نصف العشر وترد إلهي سبحانه وتعالى نقول طري حولها وحلا قب حيني حلق اللا قب حيني قدر كله بحني أنتوا ليا زكذا الله بحيو وحاقو بدن ركاز كبهل كليد هذا وحول هذا إسكس عضو عن مالك هالشيء أما قال هدوكتو أما وحلا بهال الجرم واي ما دام الروح كل الإسلام أوسان أهاي دو كفارات كيف حلورين جدا في الجاهلية الركاز خمس باسا كواجبي هذا إسكس عضو سيد حابدي مال إسكت على الحول هذا شوي حولها هدي مركا ضدك جميع كتيري ما حد كبر حني إسا غنيمة لقد جاي، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسة، خمس بات كب حنيس، شن ملود مل بات بحنا أفرتك لا ذاك علي قبهاي، وحولها أقبضا، يلا بحيو شن ملود مل،
wixii juhdi kala kaaga baxay iyo tabac iyo dadaal iyo dalag iyo beerid ilaahay qaabkaas uu subxaanahu wa ta'ala noogu naxariistay. xagg kale xoolaha isagoo ka baxdo waa lacagaha dahabka iyo fidada iyo wixii la halmaala ayagu maxaa laga bixiyaa? way ka sii liitaan wuu ka yaryaa wax laga bixin wixii laga bixinayo dalag iyo masagad iyo beeraha oo cushur baa laga bixin jiray 10 meelood meel, rikaaskuna 5 meelood meel baa laga bixin jiray oo waxaad bilaash ku heshay. kanaaso waxaa laga bixin rubucul cushur baa laga bixinaya. shay 10 loo qaybiyey he, afartii baa la bixinaya oo 2 bad ah. 2 badka haddii la fiiriyo waa khumuskii niski waa marka laga fiiriyo rikaaska laga fiiriyo waa khumuskii niski. haddii laga fiiriyo xaggii dalag iyo beerahana waa maxay? waa nisfu alcushur mise waa rubucul cushur wey. idan 2 shilin iyo bar, 2 shilin iyo bar, 1,000 maxaad ka bixin? 25 shilin. 10,000 maxaad ka bixin? 250 shilin. 10,000, 100,000 2,500 shilin. malyankii 25,000. malyan shilin hadda waa malyan 25,000. maalin baad inku ku qadaysan meel kaga kacdaa. ilaahay sidaasuu inoogu naxariistay. iyadoo sidaa tahay ayaan xaqi masaakiinta aan la bixinaynin oo aan la iska ilaalinaynin oo mid qaaran u bixiyey yuu meel ku qoran hayaa zakaan u bixin buu ku leeyahay. meel inshaa uu idin shubay meel ku qoran hayaa. qaraabo soo booqatay wax yar uu siiyey buu meel ku qoran hayaa. qolya dukaanka iyo u urunaya xoogu aan inagoo iska warqabnayo suuqa howlihiisi meel buu ku qoran hayaa. ruuxi soo fiiriya meel buu ku qoran hayaa. waxaasu dhahdo muxuu leeyahay? zakadu waa baxday, waa zaka mucajalu kuleh. intaa yarta ilaahay qoondeeyey hadday muslimiintu dhab u bixin lahaayee wadaadkii qura daaqi waa dhowad baxtu u qoray. wuxuu ruux qof kastoo muslim oo faqiir ah bishii wuxuu u heli lahaa mushaar $1,200. $1,200 muslimiinta adduunka ku nool ee zakada bixiya. marka la qiimeeyey iyo fuqaradoodu faqiirka ugu yar dalka ugu yar wuxuu heli calaa faqiir kasta $1,200 oo mushaar ah. waa dakhli aad u fara badan. yacni waa 180,000. hadda Kenya mari 180,000 miskiinka hela maxaa ku filan oo reer Garissa biil buu baahan yahay? yaa kiyos wuu baa furanayaa. hawsha ogaada idinka isbaabeynaya mooy ilaah waa idin qoondeeyey, waa idin qorsheeyey, waa idin turay, waa idin naxray. dhan walbuu ka istaagay maslaxadiina asagaa yaqaan. alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabir. intaa yarta ah ayaad lidugu karanayaa warsaqaabka uu agaasimo bixiya. zakadu marka waa baab sidaa u culus. aimatuna shaaficiya waxay yidhaahdeen soonkii xajka ka fadli min xaytu alfadli walajri ka fadli badan. laakiin shareecadu salaaday ku dhejisay maxay ugu dhejisay? waa asaas wey, waa rukniga labaadee islaamka bacda salaa, waana dhaqankii muslimiinta oo buugtadooda iyo baahidu inay isxambaarataan oy ummad ahaadaan waxay ku xidhan tahay inay isu naxariistaan, wax istaraan, iskaalmeeyaan. ayagu hadday garan waayeenna ilaahay baa ka qoondiyey oo ka gooyey. kii yeeli waayeena xukunkiisu waa cad yahay. zakadu waa baab saa u culus. marka intuu muslim ka sheego ayaynu dulmaraynaa insha allahu tacaala.